أخرى حرائر هذه البلاد، بلاد فاس العلم، من أجل أن نرفع الصوت عاليا مرة أخرى دفاعا على أطفال الأقصى الذين يتعرضون للإبادة الجماعية من طرف بني صهيون اللئام، ونقول آن الأوان من أجل أن نفيق من هذا السبات العميق، من أجل أن نرفع الصوت عاليا مطالبين بإحلال العدالة والكرامة والحرية ورفع الاحتلال الغاشم، هذا الاحتلال الذي أخذ البلاد واعتدى على الأعراض.